على بركة الله. أسعد الله أوقاتكم متابعين ومتابعات شفت في، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة القنيطرة. كيف ما كتشاهدوا معنا هذا السيد اللي كان كيشتغل مع واحد الشركة، من بعد منها دار حادثة في حالة الشغل، تعرض للحادثة من بعد منها ما عاودوش عوضوه إلا كيف ما كيقول أنا عوضوني 3000 درهم على كل 3 شهور. يعني 3 وليدات، واحد منهم عنده إعاقة ذهنية، لكن مع الأسف حد الآن ما عاودني حتى شي واحد. شنو غادي ليا خدام في الباركينغ؟ شي كيعطي شي ما كيعطينيش. غنسمعوا القصة ديالو مرة أخرى. مرحبا بكل متابعين ومتابعات قناة شوفت في، كنتمنى منكم أنكم تبارطاجيو لأن كتستحق أنك تبارطاجا. مرحبا بك معنا سيدي في هذا البث المباشر، تفضل وقول لنا القصة ديالك سيدي. السلام عليكم. معكم السلام، معكم مصطفى ردان. سي مصطفى مرحبا بك ومرحبا بكل متابعين ومتابعات قناة شوفت في. كما قال أخ سي سعد بأنني راه كنت الحمد لله ماخذني تأخير بالصحة ديالي بكل شيء، خدام واحد الشركة اللي تعرض لحادثة الشغل اللي سبت لي بالإعاقة، وهذا الحادثة هذه من وقعت في 2016 في رمضان ديال 2016. نعم، ومن تما 2016 وقعت لك هذه الحادثة ياك؟ 2016 نعم، في رمضان ديال 2016. نعم، شنو نوع الحديث اللي وقعت لك بالضبط باش حتى المتابعين يعرفوا نوع الحديث؟ هاد الحديثة هادي جات على قطع العصبات اليد اليسرى. واخا كيفاش وقع لك بدون ما تذكر اسم الشركة، ولكن كيفاش وقع لك في الشركة؟ كيفاش وقع لك الحديثة؟ شنو وقع لك فيها؟ هي كانت وقع لي واحد المشكل. اللي هو؟ المشكل ديال السرقة في الدار عندي. لا دابا حنا كنهضروا على نعم. لا غد ليه صبحت خدام، يعني غادي مديرونجي. كنتي وقعت لك الحادثه غد ليه غادي مديرونجي. نعم، هذاك الديرونجمون ما بقاش مركز مع العمل، اكثر ما مركز مع الموضوع مع السرقه اللي وقعت. نعم، في هذيك الحاله دخلت بانني غادي نخرج مع العشره باش نمشي لعند الناس ديال السلطان ديكلاري. نعم، في هذيك التليفون الحسن. في هذيك نعم. في ديك الوقيتة مشيت للخدمة. نعم، حبس اخويا حبسو. في ديك الوقيتة سمحوا لنا على هذا. نعم تفضل سيدي كمل. هذيك كنتي تبقى تعرضتي للسرقة في الدار. أيه. من بعد منها اللي فهمت منك انك هذا اللي وقع لك سرقة، صبحتي الصباح مبرزات سي نورمال، بنادم وقعت له سرقة في الدار ديالو، مشى الله اللي عين به، مشيتي للخدمة. نعم تفضل. الساعة في ديك اللحظة دخلت الخدمة، والخدمة كانت مول الخدمة قال لي ودي حيد لنا غير هاد الخدمة هادي وسير دير الديكراسيون ديالك ودير المسائل ديالك اللي كدار. انا مشيت غادي باش نكمل الخدمة ديالي، مع 8 بدينا امارش، 8 وثلث وقعت لاكسيدو، يعني تاديك الخدمة ما كملتش. مع 8 دخلتي للخدمة، 8 صونات باش نبداو الخدمة. مع 8 وثلث وقعت الحادثة. شنو هي الحادثة اللي وقعت لك؟ واش الماكينة ضرباتك؟ الماكينة ديال التور كان لاصق فيها واحد الشريط ديال الحديد. نعم. كنقولوا ليه حنا كوبو. كوبو هذاك هو اللي ما شتيش الإعاقة في اليد. نعم. ما كيبانش بالعين. هذاك مع الماكينة كدور ما كيبانش بالعين. قاصت لك العصبه يعني ديال يديك. هو اللي قطع لي العصبه ديال يدي اليسرى. ما بقى حياتك ديال السرقه اللي وقعت لك، ما بقى حياتك يديك. ما عرفتش كيفاش اتجه. نعم، يعني هاد السرقه من شيها وباش غنمشي نديكلاري حتى بالنسبه لهاد لاكسيدون. نعم، ان حتى الشركه ما دارش في الاجراءات القانونيه ديالها باش انها تستدعي لومبيلونس و نعم، يعني غير همايا هزوك الطوموبيل ديالهم ومشاو. نعم، لدرجه ان مشينا للسبيطار كلينيك لا سينيسيس. نعم، بوليكلينيك ديال نعم ديال سينيسيس. نعم، طلب ليهم شيك ورغم ذلك انهم ما عطاوش الشيك. نعم، وانني في حاله خطيره هذيك الساعه، راه ربي اللي عالم بيا. نعم، اضطروا عاوتاني باش انهم يهزوني من البوليكلينيك ديال لا سينيسيس، شدوني للبوليكلينيك ديال قنيطره، مصحه قنيطره. نعم، فين درت العمليه. الدكتور جا شاف مع اللي كيدير كيخيط العمليات، شاف غير من بعيد وقال له خيط. نعم، هذيك الساعه الدكتور حتى هو دار على الكلام ديال الشاف ديالو. شنقول نعم، ناض خيط.
عطاوني واحد المده ديال 15 جور، زادوني 5 ايام، وهذيك الساعه يدي تراكات وتنفخات. نعم. وما كنحس بيدي ماشي نورمال، تنقول له يدي ماشي نورمال. قال لك اودي راه المده القانونيه عطيناها لك. قلت لها اودي الا كانت هذه الامور قانونيه دير لي واحد الخبره، كانت مزيانه ندخل نخدم، ما كانش مزيانه نمشي، عطيني حقي ديالي. نعم. فعلا ملي درنا القانون ديال الخبره كيجبر بان عندي العصبه مقطعه. نعم. عطاني في هذيك الوقيته 3 شهور، فين 15 يوم وفين 3 شهور. نعم. فرق كبير. نعم. رغم ذلك انه قال لك اودي راه هذه المده تقدر ترجع العصبه لبلاصتها. نعم. فهذيك الساعه ما رجعت العصبه لبلاصتها لا والو، اضطريت على انني نعاود العمليه الثانيه اللي هي كانت غتسبب في القطع البطر ديال اليد. نعم. وعدني داك الشيء بالوراق، حتى الدوسي ديال هذا الحادث راه باقي الان في بوليكلينيك اللي في الرباط اللي جريت فيه العمليه. نعم. وهذا هذه الخلاصه ديال الاكسيدون. نعم. هذه بالنسبه لك انت، من بعد منها شنو دارت معك الشركه؟ الشركه دفعت الوراق، مشيت عند الشركه. نعم. عند المدير قلت لي اللي وقع وقع، نديروا تفاوض حبيبي بيناتنا واللي جا الله يسخر الامور. شنو تخدم في هذه الشركه سيدي؟ هذه في هذيك الوقيته يلاه دوزت معاهم شي عامين ونص. عامين ونص. اييه. قلت له ودي اللي وقع وقع، غنتفاوضوا ندير تفاوض. قال لي انا داير القانون ديالي، تبع المحكمه تعطيك داك الشيء اللي بغيت. نعم. يعني خليفه من عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. نعم تفضل كما سيدي. من بعد مشيتي للمحكمه، توجهتي للمحكمه. ديك الساعه قالوا لك، قالوا لي بانني. نعم. شباب دراي تفضلوا. في ديك الساعه انا دفعوا لي الدوسي للمحكمه. نعم. فاش دفعوا الدوسي للمحكمه بقيت الى يومنا هذا، خرجت لي واحد 1000 درهم. اسمح لي. كلشي كلشي. تفضل سيدي تفضل كمل، سمحنا انا نعتذر على الخطا. تفضل سيدي كمل. و سمحوا لنا على هذا المكان. تفضل. اكيد طبعا انك انت حارس وراك عارف الامور. كمل سيدي. قلت لك هذيك الساعه دفعت الوراق ديالي للمحكمه باش انني ناخذ الحق القانوني كما قال هو صاحب الشركه تاخذ من. نعم. دفعنا للمحكمه خرجوا لي 1000 درهم كل شهر، بمعنى 6000 ريال. بمعنى نعم مازال باقا ما استفدتش منها ما والو، على اساس ان الشركه المحكمه حكمت لصالح الشركه، ما حكمت لصالح ديالي. نعم. حتى الحكم ما حكموش بالسالير ديالي انا، حكموا بالسالير طامبولير، لانني انا هذاك الوقت كنت نتخلص ب 15 درهم الساعه، والطامبولير هذيك الساعه كان 12 درهم الله اعلم. يعني راه حقي. نعم. باقي ما دابا باقي في المحكمه مازال ما خديتوش. نعم واخا. شباب راه هضرنا معكم، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. كمل كمل سيدي. وصلنا لانك خرجتك 1000 درهم على كل 3 شهور. 1000 درهم بمعنى انك 300 درهم وشي حاجه كل شهر. انت قلتي هذا المبلغ، عندي 3 وليدات، عندي ولد، على حسب ما كتقول. انا عندي ولد مريض ذهني او تاخر ذهني. ما يمكنش. كنت واحد الصريق اللي هو شحال كنتي كتخلص في الساعه؟ راه كانت 5000 درهم قلتي للساعه. 3000 3500 درهم. ما بين 3000، اذا ما يمكن لياش من 3000 درهم للشهر او 3500 درهم حتى 300 درهم. ما يمكنش، ما قادرينش حتى الحياه راكم عارفين. ف بقيتي خدمتي دابا في حارس ديال السيارات، هذه مهنه. هذه علاش؟ لان حتى اليد ديالك ما بقاش كتقدر. الدكتور عطانا بان انا ما نخدمش بالترافاي فورسي. نعم. لان عندي ديك العصبه كيوقع لي فيها كلاكاج. نعم. دي كتبقى ضراني النهار كامل اللي خدمت ترافاي فورسي. نعم. قرب الميكرو الله يخليك. نعم. ما يمكنش انك الى هذه غادي تخدم ترافاي فورسي. نعم سيدي. علاش؟ لانني اللي خدمت ترافاي فورسي العصبه كتبقى ضراني النهار كامل. نعم. راه هذا اللي عنده الحريق ديال العصبه راه يحس بهذا الكلام ديالي. هو يفهم بان هاد الامور. وهذا نعم. الميدان هذا ديال الحراسه اللي عملنا فيه. نعم. راه ماشي ميدان ساهل اللي كيشوفوه الناس كانه
راه ساهل. نعم. راه ما ساهلش، وخصوصا كتشوفوا هذه الغابه هذه. نعم. يعني راه انسان معرض للخطر في اي لحظه. نعم. وكيفاش هذا الانسان هذا اللي كيجي كيستاسيوني السياره ديالو في امان الله وحفظه، وكيمشي في امان الله وحفظه. الحمد لله. واخا سيدي، باش كطالب سيدي؟ كنطالب غير حق ديالي ناخذ. كطالب حقك؟ غير حق ديالي على هذا الاكسيدون اللي انا. اذا كتوجه رساله ديالك للمسؤولين باش انهم يدخلوا ويعاونوك على انك تاخذ الحق ديالك. وعلى راسهم جلال السمالي. الله ينصر ويطول عمره. مباشرة. الله ينصر ويطول عمره. نعم. لا حول ولا قوة الا بالله. كيف ما تابعتوا معنا المتابعين الافاضل، السي مصطفى اللي تعرض للحديث الشغل في العمل ديالو، كان خدام عنده عامين ونص كيف ما قال. قال انا تعرضت للعمليه، تعرضت للحادثه ديال الشغل، لكن مع الاسف ما تعوضش، ما خديتش الحق ديالي. كنت خدام 3500 درهم، لكن دابا ولات كتوصلني 300 درهم او 315 درهم تقريبا، اللي هو في كل 3 شهور كتوصلني 1000 درهم. 1000 درهم ديالاش كل 3 شهور، وانا عندي 3 وليدات، واحد مريض تاخر ذهني، ما عنديش باش نصرف عليهم. وكيف ما كتعرفوا، كيف ما كتعرف المتابعين الافاضل، ان هذا النوع الامراض او هاد الاطفال اللي كيكونوا معايا كيعانيوا من هذا المرض، فخصهم مصاريف كثيره. فكيقول انا 6000 ريال شنو غادير؟ اتجهت اتجهت لهذا، اتجهت ولدي طيب. الله يخليكم. الله يخلي وليدي. وكنهضر معاكم زعما راك في عقلكم. اتجهت لهذا انني نكون خدام في حارس السيارات. كاين الناس اللي كيعطوني، كاين الناس اللي ما كيعطونيش، كاين اللي كيقدمني، كاين اللي ما كيقدمنيش. فكيطلب من جميع المسؤولين انهم يدخلوا يعاونوه في القضيه ديالو، كذلك كيطلب من جميع المحسنين انهم يعاونوه. فالرقم ديالو هو 06 04 99 31 36. إذا أعود الرقم 06 04 99 31. والله يدعو أجر المحسنين. كذلك نتمنى من جميع المتابعين ومتابعات قناة شفت في قناة الشعب، دائما الحمد لله كتوصل لقلوب الشعب، وأنهم يبارطاجيو هذا اللايف، لأن كيستحق أسيدي أنهم يبارطاجيو. شكرا لكم مرة أخرى، وإلى اللقاء.